بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، زي ما حضرتكم سامعين وشايفين، فرانك هوزجر بيتس ما خلاش حاجة إلا لما اتكلم عنها، ولكن في عالم فلك من مصر فرعون اتكلم قبل كده، قبل فرانك بكام، قبل فرانك ب14 شهر، وقال كل حاجة هتحصل حصلت دلوقتي، زلازل، براكين، عصير، الكل على قلب رجل واحد وحط ايده وبيقول يا رب استرها. فرعون بيتكلم بدلائل وعنده تفاصيل هامة جدا عن وقائع مخيفة هنسمعها دلوقتي ونشوفها منه، وهنعرف كمان تفاصيل الهزة اللي بيقول عليها يتعرض لها 8 دول في المنطقة، وكمان هنعرف سكة هل ليبيا في نمبر 2 ولا لا. حاجة تخوف، حاجة تخض، حاجة تخلي الواحد ينزعج ويخاف، ولكن ربنا معانا، ربنا معانا. هروح دلوقتي للعالم الفلك فرعون وهنعرف منه تفاصيل هامة جدا عن الفيديو اللي نشره منذ عدة من سنة، نشر الفيديو قبل ما يحصل من سنة، وعن كلامه، عن كلامه عن البراكين والزلازل وماذا ستفعل في الكرة الأرضية والمواطنين. طبعا ده مش موجود في مصر، احنا بنتكلم على العالم كله. شفنا كلنا اللي حصل في ليبيا والإعصار ودارنا الليبية، شفنا اللي حصل في المغرب والزلزال والدمار اللي حصل في المغرب. دلوقتي احنا هنسأل وهنعرف كل التفاصيل. استاذ محمد، مساء الوردتك، ده مساء الفل محمد، اللي حصل مساء الفل، انت قلب الدنيا بالفيديو بتاعك، ايه اللي حصل؟ انت عارف احنا من زمان واحنا اتوقعنا ان تشكيلة الكون يا هاني السنة دي ان كوكب زحل، وده كوكب عظيم. وده انت بتتوقع ازاي؟ الاول عرف الناس بيك، اتعرف. انا محمد فرعون، عالم فلك وابراج، اللي هي بعض المؤلفات 8 كتب عن الابراج، وراجل مخاوي الجن، وبنقول التوقعات مبنية على علم، ده رقم واحد، على علم الفلك والكواكب وتأثيراتها على الكون. فعندنا زحل قاعد في السنة 20 زحل 2023، وانت فاكر اللقاء اللي عملناه على رأس السنة، وكنا توقعنا فيه كل ده، وقلنا زحل بيكسر ويدغدغ العالم، مش بيدغدغ مكان واحد، ولا تقول لاصطفاف النجوم والكواكب والكلام ده كلته اللي بيقوله العالم الهولندي، لا ملهاش علاقة تماما. طب ما اصطفت الكواكب دي فيها أكبر من الأرض على فكرة، اشمعنى يعني في الحتة دي بالذات؟ الاصطفاف ما جاش إلا في الحتة دي بالذات، ولكن لازم نقول كلام مبني على توقعات صحيحة. ما بنحبش نوديها للتنبؤات يعني. طيب قلنا ان زحل زلازل وبراكين واعاصير وعواصف، ايوه وانا فاكره كويس قوي، ايوه قلت لنا من قيمه 7-8 شهور كده، ايوه اللي حصل ده قبل كمان هوجر بيتس، ايوه قبله بكتير، وقلنا العالم الهولندي، وقلنا على الكائنات الفضائيه والظواهر الطبيعيه اللي هي هتظهر في الكون. حد هيقول لي لا مش طبيعيه، مصطنعه. انا ماليش علاقه مصطنعه اكيد، لان في حاجه اسمها تعاقب ازمنه. ماشي أزمنة وصلت، أزمنة يعني الكون وصل للأعلى حتة، وصل للبي، فلازم الكون ده يتكسر، يتكسر ويرجع يتبني من جديد تاني. الناس مش فاهمة، كأنك أبو زيد مغازيل، ناخد واحدة واحدة كده ونفهم. الناس مش فاهمة يعني إيه كون يتكسر، يعني إيه زحل موجود على مصطفى من الأرض، يعني اذا ان زحل دلوقتي الكوكب العظيم نحس النحوس ده، الكوكب الصارم القوي ده، تسموش زحل، تسموش كوكب نحس النحوس، فده موجود على مر سنتين. الكوكب ده كان نازل في 2011، وشفت عمل ايه، بهدل الدنيا برضه. جاي السنة دي بقوة، تخيل السنة دي هو في برج ترابي ارض يعني، السنة الجاية نازل في برج الدلو، برج هواء
هوائي. تخيل هيبقى ارعن ازاي وهيصيب الكون ازاي. الراجل بتاع ارعن ايوه يعني مجنون بيضرب بقوه في كل اركان الارض. طيب بنقول في انا قلت لو رجعوا توقعاتي من فتره اختفاء دول ومدن من على وجه الكره الارضيه، والناس قالت لك مبالغه يا باشا، اختفت ديرنا اختفت ولسه دي البدايه ديت، ما بنخوفش الناس ولكن بنقول دي البدايه لعل الناس تتعظ، دي البدايه. لكن اللي جاي انا قلت في سنه من السنين بكره تقولوا ولا يوم من ايامك يا كورونا، اللي جاي اخطر من الفيروسات اخطر. الراجل الهولندي ما قالش على الاعاصير على فكره، ولا قال على العواصف. كل اللي طلع بيه على الزلازل وكتير منها طلع فيك. اما العواصف والاعاصير اللي ملت ولسه انت داخل، لسه ده التقيل جاي، التقيل جاي ورا. ننتبه ننتبه، نعمل ايه بقى؟ نرجع لربنا بقى بس. لكن انا ما بقول الا توقعات، لكن مش تمنيات. الا الناس هتفكر ان ده تمنيات وطلع فرحان بنفسه، لا انا بقول لعل الناس تاخد بالها وتتعظ. طيب الناس ممكن تسال وتقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. وماله ولو صدفوا، ولو صدفوا دي مقوله. انت بقى بتدافع عن نفسك في ايه؟ لانك انت برضو بتهاجم العالم الهولندي فرانك. لا انا ما بهاجموش، هاجمه ليه؟ انت قلت انك انت اللي عملت الحاجه، انت ما انا اللي قلت الكلام طبعا الاول بالتسجيلاتي على على المواقع بتاعتي. فين الفيديو اللي انت نشرته عندك؟ كان من سنه كام؟ قبل 2022. قبل ما يطلع فرانك خالص يا باشا، اهو بالتاريخ يا استاذ سامي، اهو اهو. سمعنا بقى، هات المايك سمعنا. وجود العالم للهلاك، مشاكل كبيرة تجتاح العالم، مجاعات وأحداث جسام وأحداث عظيمة، عواصف ورعد وكائنات لم نراها من قبل، وأمراض وأوبئة وغضب الطبيعة، أعاصير وفيضانات وزلازل وموت شخصيات عظيمة على مستوى العالم، 27/12/2022 لم نكن نتصورها. ربنا نجينا من زحل وبلاوي زحل في 2023. تحياتي ليكم وسلام. ده حتى صديقي صديق الاستاذ عماد يسري الناقد السينمائي الفني قال لي ده بكره يا فرعون الناس تطلع تقول اللي انت قلته، ده بياخدوا الحاجات منك. وفعلا دي حقيقه، بس مش هي، احنا مش بندافع، انا بدافع على اللي انا قلته وما حدش حط ايده عليه. لا احنا قلناه. يعني مصر فيها ناس برضه عندها فلك، يعني بتفهم. وبرضه اللي خلاك عرف او اتاكدت ان في حاجه غلط؟ هاني انا بشوف انا بشوفها مرء البصر، تصدق ما تصدقش انا بشوف الاحداث مرء البصر زي ما انا شايف حضرتك قدامي دلوقتي. انا ما انا بشوفها. ربنا مدينا عندي حاجات وخدمات بتخليني اشوف الشيء زي ما انا شايفك قدامي. الاحداث كلها قدامي، والاحداث اللي هتحصل هتحصل. المصيبه بقى اللي جايه هاني في الكون، البراكين الناس هتعمل فيها ايه؟ طب دي عرفوا يجروا، عرفوا استخبوا، انقذهم. البركان الخامد، البراكين الخامده على اليمن، على اليمن وكتير من الجزيره العربيه على فكره. السعوديه برضو على فوهة بركان. مناطق كتير جدا في العالم على براكين خامده. تخيل انت لو شغلوا البراكين دي ايه اللي هيحصل؟ شغلوا يعني ايه شغلوا؟ ما البركان الخامد ده ممكن يشغلوه بغازات معينه. ننتبه بالمؤامرات وننتبه. طيب الا الا البلاوي والفيضانات والانهيارات الطينيه والظواهر الفلكيه اللي ما حصلتش، اللي هترعب الناس على مر السنتين. سنتين صعبين جدا، اخر جدا شهور 2023 مش هيطلع بسهوله من برج الجدي. زحل مش هيطلع الا وهو عامل مصيبه كبيره جدا، ودي المفاجاه اللي هتبقى في 20 في نهايه 2023. طيب انت قلت لي حابب اوجه شكر
لسفير الأرز هنا. والله مكان جميل. والله بنشكره وبنشكر كل الناس القائمين عليه وعلى صديقنا صاحبه يعني، بنشكره على الاستضافة الجميلة اللي أنا قاعد فيه على طول. تمام يعني. شكرا لحضرتك وإن شاء الله متابعينا الكرام. شكرا لحضرتك عالمنا عالم الفلك المصري محمد فرعون. الحقيقه متابعينا الكرام احنا بنشكر سفير الارز شكرا جزيلا على استضافته لنا وجلوسه ان احنا سمح لنا يعني بالتصوير في هذا المكان. شكرا لكم متابعينا الكرام والى نلقاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللي جاي شديد واللي جاي تقيل واللي جاي أقوى بكتير من اللي فات. عالم الفلك محمد فرعون يفجر مفاجآت بالجملة عن فيديو نشره في شهر ديسمبر 2022 وقال فيه أن هذا العام كوكب زحل لن يترك الأرض أن تمر مرور الكرام ولكن هيحطنا في ورطة. الحقيقة الثلاث أربع أيام اللي فاتوا دول شفنا، تسع شهور اللي فاتوا دول شفنا، ولكن محمد فرعون عالم الفلك بيقول وهو مسؤول عما يقول إن في ثلاث شهور صعبين جدا هيجوا في الطريق. شكرا ليكم. شكرا. شكرا. شكرا.